الدستور اللي لا جلالة الملك. اليوم القوانين اللي جاهزة في مجلس النواب إذا ما تم تحديد موعد إلى دورة استثنائية ستعرض عادة، يعني يتم عرض القوانين التي يرغب المجلس أو التي أنجزها المجلس ومن خلال لجانه، ومن ثم القوانين التي ترغب بها الحكومة، ومن ثم الرغبة الملكية السامية بإدراج بعض القوانين. يتم خلط هذه القوانين وتعرض بإرادة ملكية سامية، يعني ليست بالضرورة. أما هنالك أكثر من 10 قوانين جاهزة، لو دورة استثنائية بكرة يمكن تكون المجلس جاهز بأن يعرض عليها جداول أعمال قوانين أصبحت مدروسة من اللجان.